يمكن حضرتك احنا كنا بنتكلم عن ان ازاي مهرجان العلمين الجديده قدر ان هو يروج لمدينه العلمين بشكل كبير جدا. كلمني اكتر عن تفاصيل الموضوع ده. بالفعل نجحت الشركه المتحده عن ترويج مدينه العلمين بالاجتماعات التنسيقيه بدايه من السنه اللي فاتت، نجحت في المهرجان العام الاول وكررت النجاح مره ثانيه. بس قبل ما نبدا في فعاليات المهرجانات في اجتماع تنسيقي بين شركه المتحده وهيئه المجتمعات العمرانيه اللي بيمثلها جهاز مدينه العلمين، لننقل الفكره ونغير الفكر للمصريين او الاجانب او السياح ان مدينه العلمين مش مقتصره على المدينه الشاطئيه فقط، بل بالعكس ده احنا مدينه العلمين على مساحه 150 الف فدان، فاحنا لسه بنتكلم قدامنا كتير. فبالفعل اجتمعنا وقعدنا وخططنا ونجحنا مع شركة المتحدة طبعا بالتنسيق معها ان احنا ننقل الارينا، وعملنا بالفعل ارينا في المنطقة الجنوبية بجانب منطقة الاسكان، لان طبعا ده بيتغلب على مشكلة الازدحام المروري كان بيحصل السنة اللي فاتت في مهرجان العالمين، لما كان بيكون في حفلة كان بيبقى فيه شلل مروري تام هنا في مدخل مدينة العالمين. فبالتالي لما اتنقلت للمنطقة الجنوبية اليو ارينا ده فرقت كبير جدا، ومع شبكة الطرق الجديدة ده خلى الوصول ليها سهل جدا ومفيش اي ازدحام مروري في الطريق. بالفعل يا فندم، وكمان اصلا الارينا بجوارها جراج خاص بيها على مساحة 60 ألف متر مسطح بجوار المدينة التراثية طبعا ومنطقة الإسكان. فالفكر نتغير، الناس بتيجي من المنطقة الشاطئية ونقعد على البحر، لا ده بالعكس، ده احنا بدأنا نستكشف ان في العالمين في مدن تانية وفي أماكن تانية. صحيح. وهكذا يعني ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه يمكن في بداية الفقرة، ان مدينة العلمين مش مقتصرة على المنطقة الشاطئية والشمالية فقط، لكن كمان المنطقة الجنوبية فيها عدد كبير من وحدات الإسكان ومشاريع الإسكان المتميز وغيرها وأبراج أخرى كمان للداون تاون. لكن من أهم الأماكن الموجودة في المنطقة الجنوبية هي مدينة تراثية. أنا عايزة أعرف طبعا تفاصيل أكتر عن المدينة التراثية. في البداية أنا حابب أقول إن المدينة التراثية هي مدينة متكاملة، لأن فيها مناطق تجارية وترفيهية وسكنية وثقافية وخدمية ودينية. فالمدينة التراثية مش مشروع، بل بالعكس هو مجموعة مشاريع، لأن بنقيم مدينة تانية. طب المدينة التراثية دي هتبقى يعني قبلة العالمين، سواء للسياح او للزوار او اي حد، سواء من قاطنين مدينه العالمين او من اي اماكن، لان المدينه التراثيه بتقع على 260 فدان، مساحه 260 فدان. فهي متقسمه مناطق، كل منطقه بتخدم حاجه معينه. فمثلا عندنا مجمع السينمات على مساحه 8000 متر مسطح ب 9 قاعات بيسع 1100 فرد، بخلاف ان في مبنيين ملحق بيهم بيخدموا على مجمع السينمات.